هذا القرآن الله يقول وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة، إلا طول القراءة في الصلاة، أن يقوم الإنسان في الليل إن يسر الله له ذلك يتلو ما في كتاب الله، سواء كان ذلك مما يحفظه وهذا أكمل، أو إن كان يقرأ من المصحف فلا حرج عليه فيه. قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية لم يكتب من كتب من المقنطرين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، ومن أكثر فالله عز وجل في أجره أعظم وأجل وأكثر.